السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة باعتبارها إنسانا وموجودا يحمل أمانة السماء كباقي الموجودات المسؤولة في واقع الحياة، لابد أن تكون موضع اهتمام القرآن الكريم باعتباره الدستور الحي الذي قدم للإنسان رجلا وامرأة نظاما شاملا يتكفل حياتهم في جميع مجالاتها بالتشريع والتنظيم، حيث بعث في السابق ولا يزال يبعث في عالمنا الجديد نوراً قوي الوهج أضاء طريق البشرية في سيرها الحثيث المتقدم نحو حياة أفضل وعيشة كريمة. وقد حظيت المرأة باهتمام القرآن، والحديث عنها نال مساحة واسعة منه. إذن مشاهدين الكرام، حلقة هذا اليوم من برنامج حياتك والإسلام سنتحدث فيها عن المرأة في القرآن الكريم، فأهلا بكم معنا. واسمحوا لي مشاهدينا أن أرحب بضيفتي في الاستوديو الباحثة الإسلامية السيدة مياسة شبع لنتحاور معها حول موضوع الحلقة. أهلا بك سيدة مياسة. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا، قبل أن نخوض في غمار موضوع اليوم سنأخذ فاصل ونعود معكم من جديد. مشاهدينا من جديد، ونعود لضيفتنا الكريمة لنبدأ معها الحوار. سيدة مياسة، سنبدأ معك في سؤال عن هل فضل القرآن الكريم الذكور على الإناث أم سوى بينهما، وهل هناك نصوص قرآنية دلت على وجود التفضيل أو عدمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذكرنا في الحلقة الماضية بأن الله سبحانه وتعالى قد ساوى ما بين الجنسين، وهناك نصوص قرآنية قد أثبتت ذلك. من تلك النصوص القرآنية توجد نصوص أثبتت المساواة في أصل الخلقة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وتوجد أيضا نصوص تبين بأن هناك مساواة أيضا في أصل الحقوق والواجبات. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أحسنتم. نعم، وهناك مساواة أيضا في حق الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم. مساواة في حق الحياة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأيضا هناك مساواة في الولاء والنصرة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أيضا هناك مساواة في أصل التكاليف الشرعية. أغلب التكاليف الشرعية هي مشتركة ما بين الذكور والإناث. فمثلا الله تعالى يخاطب الذكور قائلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إلى أن يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولكن صحيح توجد بعض التكاليف الشرعية التي تختلف ما بين الجنسين لاختلاف تكوينهم، لذلك سوف نشير إليها إن شاء الله في الحلقات القادمة. وأيضا حتى في العقاب الدنيوي نجد هناك مساواة. فمثلا الله تعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما قال المرأة جلدوها 150 والرجل 100، لا. ولكن مع شديد الأسف لما نأتي إلى هذه الظاهرة في مجتمعاتنا الإسلامية، فالرجل لما يمارس مثل هذه الفاحشة لا ينظرون له تلك النظرة التي إذا مارستها تلك المرأة. أيضا السارق والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما جزاء بما كسبا. أيضا هناك مساواة في أمور أخرى، منها مثلا المساواة في الجزاء. ماذا قال الله تعالى؟ قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين إلى أن يقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لم يقل أعد الله للذكور دون الإناث. إذن نستطيع أن نقول بأن الذكور والإناث متساوون في كل شيء. نعم. طيب، من خلال النصوص التي ذكرتيها يعني هناك لا توجد مفاضلة للذكور على الإناث ولا للإناث على الذكور. نعم. إذن ما هي يعني معايير التفضيل أو المفاضلة والتمييز بين الجنسين؟ معايير التفاضل في الإسلام هي ثلاثة. نعم. المعيار الأول هو التقوى. التقوى عرفها العلماء هي الملكة المانعة من ارتكاب المعاصي. نعم. فكلما كانت هذه الملكة متجذرة في نفس الإنسان أكثر، كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره. نعم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. محل الشاهد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم نعم. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد وإن نبيكم واحد. لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. ميزان التفاضل الثاني هو ماذا؟ هو العلم. فلما نأتي إلى العلم نجده هو الميزة الذي ميز الله تعالى به الإنسان عن غيره. لذلك قال الإمام الحسين سلام الله عليه ما خلق الله العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوا. للإنسان كيف يعبد الله تعالى وهو لا يعرفه وهو لا يعلم لا يمتلك تلك المعلومات؟ لأجل ذلك الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده من؟ هل الجهلاء أم العلماء؟ قالت العلماء. لأجل ذلك هؤلاء العلماء درجتهم لا تكون في درجة الإنسان الأقل علما أم الجاهل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كأنما الآية تقول يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، ولكن الذين أوتوا العلم ماذا؟ لا يقول درجات. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طيب، العلم هنا بمعنى يعني العلوم الدينية الإسلامية أم حتى العلوم الأكاديمية التي يعني يدرسها الطلبة الآن في دروسهم ويجتهدون فيها؟ العلوم التي تقرب الإنسان لله سبحانه وتعالى. هسه ذيك على نحو الوجوب الكفائي هذا بحث آخر، ولكن كل علم يقرب لله سبحانه وتعالى هو العلم المطلوب، ولكن بشرطها وشروطها والعمل من شروطها. لأن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لأجل ذلك قال العلماء بأن العمل هو ميزان التفاضل الثالث. لأن عندنا ثلاث معايير، المعيار الأول هو التقوى، الثاني هو العلم، الثالث هو العمل. قال الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كنت أنت أحسن عملا سوف تكونين أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرك. ولكن لما نأتي إلى الموازين الأخرى التي يتفاخر بها الناس الآن في هالحياة الدنيا، بعض المقامات يتوقعونها هي التي يكون فيها الإنسان قريب من الله، يتفاخرون بالجاه بالسلطان بالمال بالعرق باللون باللغة، وجميع هذه المقامات بالحقيقة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، فقط وفقط. نعم. هذه الثلاثة التي ذكرناها. نعم. طيب، يعني دأب بعض الناس من الذكور والإناث أن يحتجوا بنصوص القرآنية ويرددوها ويجعلوها دليلا لتفضيل الذكر على الأنثى، يعني وبنفس الوقت يجعلون البعض منها يعني حجة على أن تدني رتبة الأنثى في كل الأمر، يعني منها شبهات، يعني نذكر منها أو من هذه الشبهات أن الآية الكريمة في سورة النساء، الآية الأولى من سورة النساء في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني قالوا بأن الله تعالى خلق حواء أم البشر من ضلع آدم الأيسر،
وهو يعني أدنى من خلق آدم، وهو بمعنى أنه خلق من طين، وهذا أدنى من خلق الطين يعني. نعم. وبأداة الخلق التي خلقها الله تعالى بها آدم عليه السلام. إذن كيف يكون الرد على هذه الشبهة؟ نعم، هناك بعض الآيات القرآنية التي ظاهرها ربما يفهمه بعض الناس بأنها توحي بأفضلية الذكور على الإناث. نعم. هسه كثير من هذه الآيات أو أكثرها التي يحتجون بها على تلك الأفضلية وذلك التمايز هي شبهات حكمية. نعم. مثلا قضية الإرث، الله سبحانه وتعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لماذا حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى مثلا؟ أو في الشهادة. نعم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم. لماذا امرأتان تعدل شهادة رجل واحد؟ هذا الأمر يحتاج للوقوف عليه. نعم. أيضا مسألة القوامة، لماذا الرجال قوامون على النساء؟ نحن كما ذكرنا إن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نقف على تلك الشبهات على نحو التفصيل. نعم. ولكن هناك نوع آخر من الشبهات بالحقيقة هي لا شبهات حكمية ولا شبهات موضوعية. نعم. ولكن الناس قد ساءوا فهم تلك الموارد، مثل هذه التي ذكرتها في هذه الآية، يتوقعون بأن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر. نعم. وهذا فيه إهانة واستخفاف بالمرأة إذا كان هذا الأمر صحيح. نعم. بالبداية نأتي إلى هذه الفكرة، هل هذه الفكرة هي فكرة جديدة في الإسلام أم لا فكرة قديمة سبقت الإسلام؟ نحن نقول لا، هي سبقت لأنها موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل. فهذه أقرأ لكم هذا النص. نعم. الذي هذا النص يقارب هذه الفكرة الموجودة عند أهل المسلمين من أهل العامة، لأن أهل الخاصة لا يقولون بذلك. نعم. ماذا يقول سفر التكوين الإصحاح الثاني الآية رقم 21 إلى 25؟ نعم. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. نعم. فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي وهذه تدعى امرأة. نعم. إذن نقول مثل هذه النصوص اليهودية والإسرائيليات مع شديد الأسف قد دخلت في ثنايا النصوص الشرعية الإسلامية، لذلك اعتقد بها كثير من المسلمين وبالأخص أهل العامة. نحن نقول هذا الأمر نحن نرفضه تماما. نعم. بالبداية نأتي بالدليل. يعني ما هو الدليل على ذلك؟ لما نأتي إلى أقوال مفسريهم يؤكدون هذا المعنى الذي ذكرناه، كقول ابن كثير في تفسيره يقول وخلق منها زوجها، يعلق يقول وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. بينكم وبين الله هل يوجد اختلاف ما بين هذا المعنى الذي ذكرناه والمعنى الذي ذكرناه قبل قليل في مثلا العهد القديم؟ لا يوجد اختلاف. نحن نقول هذا الأمر مرفوض. لماذا الأمر مرفوض؟ طيب. لا لأنه قد ورد نفس هذا الفكرة ونفس هذا المفهوم في الكتب السابقة، وإلا لو نأتي بالحقيقة نجد بعض الأحكام متشابهة. صحيح إحنا ندري ونعتقد بأن التوراة والإنجيل هي كتب محرفة، ولكن ما زالت بعض الأمور موجودة، مثلا حكم الحجاب. نحن الحكم الحجاب موجود، يعني هل نحن إذا وجدنا ذلك الحكم في مثلا التوراة والإنجيل عندئذ لا نأخذ بهذا الحكم؟ لا، نحن نأخذ الأحكام من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لماذا نحن لم نقبل بتلك الفكرة؟ نقول لأن هذه الروايات التي استند عليها هؤلاء أهل السنة من العامة، نقول هي لا تصح لا سندا ولا دلالة. وإذا صح السند فيفترض تؤول على أساس الأخذ من فاضل طينة آدم، يعني كأنما الله سبحانه وتعالى خلقها من فاضل طينة آدم وليس من أحد أعضائه كما سوف نبين.
وأيضا النقطة الثالثة لما نأتي إلى الطب القديم والطب الحديث وعلم التشريح يؤكد بأن عدد أضلاع الذكر نفس عدد أضلاع الأنثى، لكل واحد منهما 12 ضلعا. يعني حتى أقول مثل هذا الفكر والمفهوم المفروض يرفض، لأن الغرباء والأجانب سوف يضحكون علينا كيف لا يعقل. نعم أحسنتم، لأنه يرفضه حتى هذا العلم الحديث. لكن نحن لما نقف على مثل هذه الآية مثلا، قوله تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا. طيب دعينا نقف عند هذه الآية، واسمح لنا أن نأخذ فاصل قصير ونعود من جديد. مشاهدينا مستمرون معكم لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا من جديد، وهذه الحلقة من برنامج حياتك والإسلام. نعود إليك سيدة مياسة، وتوقفنا عند الآية الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نعم، لو تتحدثين في خصوص ما يخص هذه الآية. الآيات التي تبين بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق حواء مثلا، التي تتكلم عن خلق حواء هي كثيرة. منها قوله تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وفي الآية جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقوله تعالى أيضا وخلق منها زوجها. هنا يقول علماؤنا التفسير خلق لكم من أنفسكم يعني خلق لكم من جنسكم، وليس من أعضاء جسمكم، وليس من أعضاء جسدكم، لا هكذا. يعني النفس من الروح، نفس يعني لا يتم أو لا يكون نفس آدم فيها. من نفس آدم هم يتوقعون، يعني كأنما الله سبحانه وتعالى خلق حواء من أعضاء جسم آدم حينما أخذ من ضلعه الأيسر، هكذا يفهمون أهل العامة. ولكن نحن نقول لا، ليس كذلك، وأنما خلق الله سبحانه وتعالى حينما تقول الآية خلقكم من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني من نفس الطينة التي خلق منها آدم. طينة موجودة خلق منها آدم، فاضل الطينة هذه خلق منها حواء. وهذا هو صحيح لما نقول مبدأ المساواة موجود، وأنا أستغرب حقيقة لما أراجع بعض هذه النصوص ومبدأ المساواة عند أهل السنة، نجدهم يقولون توجد هناك مساواة في أصل الخلقة. أين المساواة وأنتم تقولون بأن آدم قد خلق من طين بينما حواء قد خلقت من ضلع آدم الأيسر؟ ولما نأتي إلى علمائنا يثبتون مثل هذه الحقيقة، فمنهم الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول خلقهم من جنسكم لا أنه خلقهن من أعضاء جسمكم. هنا لما نأتي إلى هذا الأمر نقول كيف تم هذا الاستشهاد؟ بالرجوع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، إني تارك فيكم الثقلين أو ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ترى ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ هنا يروي لنا الصدوق هذه الرواية بسنده عن زرارة بن أعين أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حواء، وقيل له إن أناسا عندنا يقولون إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر.
الأقصى. فماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ قال سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أيقول من يقول هذا؟ إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه، ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم. في مثل هذه الرواية، هذا المقطع من الرواية يبين لنا بأن الاعتقاد بأن حواء مخلوقة من ضلع آدم إشكالات كثيرة. الإشكال الأول سوف يثبتون بأن الله تعالى عاجز على أن يخلق حواء من فاضل من طينة آدم، من نفس الطينة. الأمر الآخر، إذا كانت حواء هي مخلوقة من نفس ضلع آدم وتعلمون بأنها زوجة، يعني معنى ذلك بآدم هو ينكح بعضه بعضا، وهل هذا الأمر جائز؟ لا، غير جائز. والأمر الثالث، سوف تكون هناك نقطة سلبية عليهم، لأنه سوف يتبين هناك تمايز وتفاضل ما بين الجنسين. الله تعالى خلق آدم من الطين، بينما خلق حواء من ضلعه الأيسر. وهذا تمايز يرفضه القرآن ويرفضه أحسنتم. الله تعالى. لذا نحن لما نأتي إلى روايات أهل البيت قد أكدت على هذا المعنى، منها هذه الرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق بإسناده إلى الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل يقول فيه الإمام: خلق الله عز وجل آدم من طين، ومن فضلته وبقيته خلقت من حواء. لأجل ذلك نحن نقول بأن حواء قد خلقت أيضا من الطين ولم تخلق من ضلع آدم الأيسر. وهذا إذا أردنا نقف عليه، البحث على نحو التفصيل يحتاج إلى وقت طويل، ولكن هذا على نحو الإيجاز. نعم، أحسنتم سيدة مياسة. هناك شبهة ثانية، وهي أن الكثير من الرجال يستشهدون بآية قرآنية تخص النساء، وهم يحاولون من خلال هذه الآية أن ينتقصوا من المرأة، وهي يعني منها أن كيدهن عظيم، يعني فكيف يكون النسوة كيدهن عظيم؟ ابتداء نقول يجب أن ندرس هذا الخطاب، هل أن هذا الخطاب هو خطاب عام أم خطاب خاص؟ فيفترض أي شخص لما يريد يستشهد بنص سواء كان قرآني أو روائي، يجب عليه أن يقف ابتداء على سبب نزول هذا النص، مثلا على الحوادث التي حصلت. فنحن لما نأتي إلى تلك المقولة أن كيدكن عظيم، ترى قيلت بحق من؟ هذا الخطاب موجه لمن؟ الجميع يعلم بأن هذا الخطاب جاء في سياق قصة يوسف سلام الله عليه، حينما راودت يوسف عن نفسه وبعد ذلك همت به وهم بها واستبقى الباب، فعندئذ وجدوا سيدهم عند الباب، طبعا بعد أن قدت قميصه من دبر. فلما دخل السيد يعني زوجها عزيز مصر، وجد أن قميصه قد قد من دبر، فعندئذ علم ذلك وقال إنه من كيدكن، إن كيدكن ماذا؟ عظيم. يعني هذا الخطاب متوجه لا إلى عموم النساء، حتى يتبجح بعض الرجال ويلقي هذه الاتهامات على كل امرأة. طيب لماذا عممت الصفة؟ نعم. ولم تخصص، لو كانت هي محددة. نعم. سوف نشير إن شاء الله. نعم. ولكن هنا لما نأتي إلى هذه القضية، نجد بأن مثل هذا الأمر مثلا قد وجه إلى زليخة وإلى من حذا حذوها. فالمرأة المنقادة وراء شهواتها تحاول بكل طريقة بأن تكيد وتمكر، حتى الرجال إذا مثلا كان يسير خلف شهواته حتى ماذا يجل أن يحقق تلك المآرب. نعم. ولكن هل يصح مثل ذلك التعميم؟ هنا هذا السؤال. نعم. نحن نقول بالطبع هذا التعميم لا يجوز، يعني لا يجوز بأن أقول لأي امرأة صالحة كانت أم طالحة بأن كيدك عظيم، لأن الله تعالى هو الذي قال إن كيدكن عظيم. نقول هذا الأمر مرفوض. لماذا مرفوض؟ لأنه لو صح التعميم لصح أن ننسب الصفات المذمومة أيضا لكل البشر، حتى الرجال منهم، بل ربما سوف ينسحب ذلك الأمر حتى على الأنبياء وحتى على الرسل. نعم. وهذا الأمر يرفضه الجميع، لأن الأنبياء لا أقل معصومون من الذنوب. كيف ذلك؟ الله تعالى ماذا قال؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال،
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من الذي حملها؟ فحملها الإنسان، إنه كان محل الشاهد، إنه كان يهو الإنسان ظلوما جهولا. فهل يقبل هذا الشخص الذي اتهم المرأة بأن كيدها عظيم حتى وإن كان صالحة؟ أقول له إنك ظالم جاهل. يقول لي كيف تتهمي؟ أقول هذا الآية تقول إنه كان ظلوما جهولا، ولكن لا هكذا تورد الإبل. لماذا؟ يعني لماذا الله سبحانه وتعالى قال ظلوما جهول؟ يعني ليس الإنسان هو بالحقيقة هو ظلوم جهول، ولكن الإنسان بالقوة ليس بالفعل، يعني له القابلية على أن يتصف بالصفات الحسنة الصفات السيئة. إنا هديناه النجدين، يعني الله تعالى هدى الإنسان لنجد العادل ونجد الظلم، هداه لنجد الجاهل ونجد العلم. فعندئذ يشوف هذا الإنسان هل سوف يطيع الله سبحانه وتعالى أم سوف ينجرف. ولكن لماذا الله تعالى إذا كان الأمر كذلك لم يقل إنه كان عادلا عالما، وإنما قدم الصفة المذمومة وقال إنه كان ظلوما جهولا؟ لأن الله تعالى قال وأكثرهم للحق كارهون. إذا كان أكثرهم للحق كارهون يعني هم ظالمون، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر الناس يجهلون. ولو حرصت وما أكثرهم ولو حرصت ماذا بمؤمنين. إذن الغالبية من الناس هي تنجرف وراء الشهوات، لأجل هذا التغريب الله سبحانه وتعالى قدم ذلك. نفس هذا الأمر ينطبق أيضا، نحن نقول هناك نسوة أيضا منها الصالحة ومنها الطالحة، منها التي تريد أن تغري الرجال وتوقعهم، فعندئذ ممكن أن يتوجه إليها مثل ذلك المقام، يعني بأساليب غير شرعية. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول لا يجوز التعميم، يعني لا يجوز أن أنسب لكل امرأة ويقول لها إن كيدكن عظيم حتى وإن كانت صالحة، لأن هذا رح يستلزم منا التناقض. كيف؟ فنحن لما نأتي إلى النصوص القرآنية سوف نجد بأن هناك نسوة أصلا لا توجد فيهن هذه صفة المكر والخداع، قد طهرهن الله سبحانه وتعالى وعلى رأسهن فاطمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذا نفهم من ذلك بأن هناك نساء مطهرة من الماكر، من الخداع، من المكيدة. هذا التعميم لا يناسب هذه، أحسنتم، يستلزم هذه الشخصيات. أحسنتم. وأيضا نحن نقول لا يجوز مثل ذلك التعميم، لأن رح يستلزم منا استحالة تكامل النسوة، ونحن نعلم بأن هناك نساء تكاملن ووصلن إلى الدرجات العالية. حتى عندنا حديث مروي يقول تكامل من الرجال كثير ولم يتكامل من النساء، طبعا هذه الدرجة العالية الدنيا، إلا من؟ إلا أربع: آسيا ومريم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وطبعا فاطمة سلام الله عليها كما نعلم هي سيدة النساء من الأولين والآخرين، لذلك كانت أصلا قدوة النساء. بل نحن لما نأتي للآيات نجد بأن الله تعالى قد جعل آسيا وجعل مريم قدوة يقتدي بها لا فقط النساء، النساء والرجال. فإذا كانت هذه الصفة ملازمة لهن، كيف يجوز على الرجل أن يقتدي بها أو على المرأة؟ انتبهوا ماذا يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعم، يعني سألتك سؤال أنه لماذا عممت الصفة ولم تخصص؟ نعم، هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يبين لنا هذا السر. نعم. يقول للدلالة على أنه إنما صدر منها بما أنها من النساء. نعم. وكيدهن معهود معروف ولذا استعظمه. يعني من باب فرضوا رأينا نحن بمعيننا فد رجل يضرب زوجته، فكأنما أعمم أقول أن الرجال قساة القلب مثلا، فهنا مثلا كأنما هذا الخلف يتبع بعد ذلك السلف الفاسد. نعم. لذلك قيل ما قيل. نعم. إذن دعينا نأخذ فاصل أخير ونعود مع مشاهدينا الكرام. مشاهدينا ابقوا معنا. عددك
يا رباه لبى واعتمر. يا رب عبدك يا رباه لبى واعتمر. طوف بالبيت العتيق وذكر. طوف بالبيت العتيق وذكر. عبدك يا رباه لبى واعتمر. يا رب عبدك يا رباه لبى واعتمر. طوف بالبيت العتيق وذكر. طوف بالبيت العتيق وذكر. عدنا معكم مشاهدينا من جديد، وهذه الحلقة من برنامج حياتك والإسلام. نعود إليك سيدة مياسة، وكان بحثنا أو حوارنا حول أنك إذا كنا عظيم، وهذه الصفة التي يحملها البعض على المرأة بأن النساء كيدهن عظيم. طيب، لماذا وصف كيد الفاسقات بأنه عظيم؟ نعم، نقول باعتبار المرأة بطبيعة تكوينها كأنثى تكون أراق وأجمل وأرشاق وألطف من الذكر، فلأجل ذلك لها القابلية على أن تغري الرجل وتوقعه في حبالها أسرع من الرجل. ولذلك نقول الرجل إذا حاول إغراء المرأة لا يوقعها مثل السرعة التي تفعلها المرأة، وخصوصا إذا الغريزة الجنسية والإثارة عند الرجل هي تكون أشد من المرأة. أضف إلى ذلك، نحن نعلم بأن المرأة أصبح السهم من سهام إبليس. لا معنى ذلك نقول بأن الرجل لا يكون سهم من سهام إبليس، ولكن حظ المرأة من ذلك السهم هو أكثر من حظ الرجل. وهذا المعنى هو الذي أكد عليه السيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه حينما قال: إن كيدكن عظيم، ذلك أن الرجال أوتوا من الميل والانجذاب إليهن ما ليس يخفى، وأوتينا من أسباب الاستمالة والجلب ما في وسعهن أن يأخذنا بمجامع قلوب الرجال، إلى نهاية كلامه. طيب، لماذا وصف كيد النساء بأنه عظيم في حين قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ هل بمعنى أن كيد النساء أعظم وأقوى من كيد الشيطان نفسه؟ هناك أسباب كثيرة ذكرها المفسرون، واحدة من أهم هذه الأسباب إن كيد النساء متجسد بالمواجهة والعيان. يعني شخصياً المرأة موجودة، بينما كيد الشيطان بالوسوسة والخيال. ونحن نعلم بأن معظم الناس تتأثر وتنقاد للأمور المحسوسة التي تدركها الحواس. بعبارة أخرى، هناك صنفان من الشياطين: شياطين الجن وشياطين الإنس. فهذه المرأة التي أنقادت لشهواتها والتي تحاول إغراء الرجال وتمارس مثل ذلك الكيد، هذه صارت من شياطين الإنس، لذلك حبائلها تكون أقوى من شيطان الجن. ومثل نضرب مثال، إذا كان هناك شاب مثلا جاءه شيطان الجن وبعد ذلك وسوس إليه في خاطره، كأن يقول له بأن هناك امرأة كذا، مقاطع جسدها كذا كذا، حتى يجره إلى الفاحشة. ربما هذا سوف يتذكر، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون يستطيع أن يتخلص من مثل هذه الشباك التي كنسيج العنكبوت. بينما لا جاءته امرأة متجسدة وتحاول أن تغريه، امرأة موجودة، هذا بعد يكون الشباك أقوى. فعندئذ لا يستطيع أن يفلت من قبضتها إلا الله سبحانه وتعالى أعطاه صبرا. ونقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم. طيب، أنا أسألك سؤال، أيهما أقوى، كيد النساء أم كيد الشيطان؟ هسه تونا احنا ذكرنا بأن كيد الشيطان كان ضعيفة، بينما الله سبحانه وتعالى عبر عن المرأة بأن كيدها عظيم إذا كانت فاسقة وكانت منجرة لشهواتها، فهي بالتأكيد سوف تكون سهم من سهام وتكون أعظام. كما أشار الدكتور، بعض النصوص القرآنية يكون مفادها من ظاهر النص، يكون مفاده أن المرأة أدنى من الرجل، وأنها يعني أقل يعني مرتبة من الرجل، يعني كما في سورة النجم في قوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. هنا وبخ الله تعالى المشركين لأنهم يحبون الذكر، ويقولون بأن الملائكة هم من الإناث. يعني إذا كانت
هكذا المسألة، لماذا الله يعتبرها قسمة غيزة ولا يقبل بها بهذه القسمة في حين أنه لا يفرق بين الذكر والأنثى؟ نعم، ابتداء نقول أن مثل هذه الآية التي ذكرتموها لها نظائر كثيرة في القرآن، ومعظم هذه الآيات التي تتكلم حول هذه النقطة نجدها هي آيات مكية، يعني نزلت لما كان الرسول في مكة. ونحن نعلم لما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بداية بعثته كان في مكة، وظيفته الأساسية هي أن يركز على العقائد وخصوصا التوحيد، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. ومن هذه الأمور أيضا تنزيه الله عن أن يكون له ولد، لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبته ولا ولدا. ولكن لما نأتي إلى المشركين نجد أنهم قد جعلوا لله سبحانه وتعالى الولد، ونحن لما نقول ولد لا نقصد من الولد الذكر، لأن كلمة الولد لفظة الولد تشير إلى الذكور والإناث. أولا خالفوا ذلك وجعلوا له الولد، واختاروا من جنس ذلك الولد الإناث. هنا الله تعالى يعترض، يقول تلك إذن قسمة ضيسة، يعني غير عادلة. هسه ربما هذا شخص يقول ليش غير عادلة؟ يعني إذا نسبوا لله سبحانه وتعالى الذكور سوف تكون عادلة؟ لا، نقول لا، ليس الأمر كذلك. فلأجل التوضيح المطلب أذكر لكم هذا المثال. لو نفترض بأن هناك شخص صالح وشخص فاسق، هذا الشخص الفاسق سرق كتابا ورآه صديقه ذلك الشخص الصالح، فهذا خاف من هذا الإنسان الصالح يفضحه، هالدور أخذ وكذب ودلس على صاحبه وقال للناس بأن صديقي فلان قد سرق سيارة، وأنا لم أسرق سوى كتاب وجدته في هذه السيارة. فعندئذ أتى ذلك هذا الشخص الصالح قال له أنا سرقت سيارة وأنت سرقت كتابا، تلك إذن قسمة ضيسة. يعني لو انعكس الأمر وقال لا يا لا ولا يهمك، أنت اللي سرقت الكتاب وخلف ترض أنا سرقت السيارة، رح يقبل؟ لا، هو ما يقبل أصلا، حتى لو اتهمه بأنه قد سرق إبرة، لأنه إنسان متقي. ولكن أستطيع أن أقول بأنك كذبت ودلست علي، ولكن لما نأتي لهذه القضية كن منصفا حتى في مثل ذلك الكذب والتدليس، لأن الناس تنظر إلى سارق السيارة نظرة دونية أكثر من ذلك الذي سرق الكتاب. هكذا لما نأتي إلى نفس هذا الأمر، هم نسبوا لله سبحانه وتعالى، نسبوا له الولد، ولكن يا أنتم نسبتوا للولد وأنا لا أقبل بمثل هذه النسبة لأني لم ألد ولم أولد. ولأجل ذلك أنتم لما فعلتم هذه المعصية اخترتم لي من الإناث، وتعلمون في الجاهلية أنهم كانوا يفضلون الذكور على الإناث، فانتخبوا الجنس الأدنى ونسبوه لله سبحانه وتعالى، بينهم اختاروا الجنس الأفضل إليهم. فلأجل ذلك الله تعالى قال لهم تلك إذن قسمة ضيسة، يعني هو الله تعالى لن يرضى عنهم حتى لو نسبوا له الذكور. ولكن كما ذكرنا لكم بينا هذا المعنى في هذا المثال. نعم، إذن يعني الظلم لم يأتي ظلم بأنهم نسبوا الأنثى إلى الله تعالى، ظلم الأساس هو أنهم اتهموه بأن لديه ولد. نعم نعم، وأرادوا أن يشككوا في أن الملائكة هي من الإناث. يعني هذا هو ديدن المشركين دائما في معادات الله تعالى. إذن وردت في سورة العمران قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. يعني من ظاهر الآية الكريمة يوحي بأن الذكر أرفع درجة من الأنثى وليس متساويين، يعني بدليل أن امرأة عمران يعني قالت هذا الأمر بحسرة وألم. نحن نفس القول نكرره، أي شخص لما يريد أن يستشهد بنص قرآني أو روائي وجب عليه أن يقف على سبب نزول هذه الآية وما هي الأحداث التي جرت. ونحن لما نأتي إلى هذا الكلام وليس الذكر كالأنثى إلى هذه الآية الكريمة نجدها قد ذكرت في سياق قصة مريم وامرأة عمران. أذكر لكم هذه الآية، ماذا قال الله تعالى؟ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس، هو محل الشاهد جاءت هنا، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا لما نأتي إلى مثل هذا القول
اختلف المفسرون في بيانه، هل أن هذه العبارة وليس الذكر كالأنثى؟ من الذي قالها؟ نعم. يعني أستطيع أن أقول قسم قالوا هذا كلام الله، وهذه جملة جاءت جملة عارضة. نعم. يعني كان الكلام كله لامرأتي لأمي مريم. نعم. ولكن هذه الجملة جاءت عارضة، كأنما تقول ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى الذي وضعت، ليس يعني كأنما الله سبحانه وتعالى يقول ليس الأنثى التي طلبت، طبعا هذه بقراءة ماذا؟ بقراءة وضعت، لأن هناك قراءتان وضعت ووضعت. فهنا نفس هذا القول يميل إليه السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول بأن هذه جملة عارضة وهي من كلام الله سبحانه وتعالى وليس من كلام امرأة فرعون، ويستشهد بالدليل على ذلك، لأنه لو كان كلام الله سبحانه وتعالى كلام امرأة عمران لكان قالت وليس الأنثى كالذكر، لا تقول وليس الذكر كالأنثى. لماذا؟ لأن في كلام العرب عندهم الشيء الذي يكون رديء يقدم، والشيء الحسن والمفضل هو الذي يؤخر. فيفترض هي تعلم بأنها أنثى تقدمها، والذكر الذي كانت تتمناه لكي تكون النبوة كما تعلمون بالقصة هو الذي يؤخر. إذن لأجل ذلك استدل السيد الطباطبائي بأن هذا القول ليس لمرأة عمران. في قبيل القسم الثاني من المفسرين قالوا لا، هذا القول هو قول امرأة عمران، وإنما قالته من باب التفضيل، يعني هذا القسم الأول لما قلنا الله سبحانه وتعالى ذكر، لا من أجل بيان هذه المفاضلة بأن الأنثى هي أسرع من الذكر، لا، بل من أجل بيان نوع هذا الصنف. كأن تكون أقول لك آتيني بكتاب مثلا الفقه وتأتيني بكتاب العقائد، أقول لك ليس العقائد كالفقه، ولا أقصد بأن أفضلية العقائد على الفقه أو الفقه على العقائد، وإنما أقصد بأن هذه الماهية تختلف عن تلك الماهية. هذا بالقول الأول. أما القول الثاني لا، فإذا كان راجع إلى الامرأة عمران فيقولون بأن فيه الأفضلية، فهذه الأفضلية لأجل أن المرأة لا تخدم مثلا في المسجد كالرجل، وأن المرأة لا تتحمل، وهكذا يعني أشاروا إلى هناك صفات يختص بها الرجال ولا تختص بها المرأة. نعم. إذن يعني سيدة مياسة وقت البرنامج قد انتهى، نشكر لك ما أفدتنا به وأفدت مشاهدينا الكرام، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدعاء، معراجك نحو الكمال.